هذا سائل يقول: هل القبر إذا كان في فناء المسجد يأخذ حكم ما إذا كان داخل المسجد؟ إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كان القبر خارج المسجد وبينهما فاصل من طريق، فاصل من طريق أو فضاء، فلا بأس بذلك. أما القبر المجاور للمسجد فلا يفصل بينهما إلا جدار، هذا لا تجوز الصلاة فيه. نعم.